Welkom bij Wereldkruiden. Wij zijn u graag van dienst om de beste kruidenmix voor u samen te stellen. Wij bieden een breed en diep assortiment aan van diverse kruiden, oliën en honingen. Kijk op onze website www.wereldkruiden.com of bezoek onze vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. Nieuw, binnenkort geopend in Amsterdam-West, restaurant Grillies. Beleef het barbecuegevoel van vlees en vis. Bezoek Grillies voor heerlijk eten. Meer info over de opening, kijk op www.grillies.com. Subhanallah, bday dhima abdel haq fa yom arafa guddami wana shahakan shufi. Zabah, nou, shuf, snoep kanna. مع عبد الحق يعني واحد الابتلاء صعيب يعني كنحسوا براسي ولكن ملي كنقولوا الحمد لله كنرتاحوا ولا دقت بك الدنيا بزاف كتمشي كتقرا القران ولا كتصلي جوج ركعات توضا وتصلي وطلب الله يخفف عليك وهذا Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door hadithshop.nl, jouw islamitische online winkel. Van spelend leren voor de kinderen tot Eid en Ramadan producten ga je naar hadithshop.nl. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نشكرك على هذا الاستقبال. جينا عندك في هذا العواشر في هذا الشهر المبارك. مرحبا بك السي صالح، تبارك الله عليك. وش نقول لك يعني حقا هذا الشهر ديال الغفران والشهر ديال العبادة والشهر ديال الصيام، ربي سبحانه رزقنا بهذا الشهر ديال الغفران اللي ربي سبحانه كي يغفر فيه الذنوب، والناس كخصها تجتهد فيه. يعني فرصة عندنا باش كن بزاف الحوايج كنقوموا، ومنهم إحياء الرحيم. أنت جيتي حييتينا معنا الرحيم، يعني كل خطوة ربي غادي يجازيك عليها. حنا هذا شهر رمضان يعني سبحان الله يعني كنجتهدوا فيه، والهدف من هذا الشيء كله هو أن خصنا نصوموا ونعطيو واحد المثل للناس الآخرين اللي كنعيشوا معاهم، يعني ما كيعرفوش الصيام شنو هو. واحد دار واحد في التعليق عندي يعني في يوتيوب قال لي ما فهمتش، أنتم شهر ما غاتاكلوش بنهار وفرحانين، ما بغاتش تدخل لي، تقدر تفهم لنا شويه علاش حنايا هذا الفرح وهذا وبعد هذا الشهر؟ الحمد لله يعني كتاب الله كله نزل في رمضان وليله القدر، يعني حتى هي يعني شهر الغفران، يعني فرصه عندنا باش كنجمعوا فيها النقاط. حنا كنقولوا كتجمع النقاط، يعني باش الا كتعرف شي حد كنت وقع لك معاه شي سوء تفاهم سير طلب منه المسامحه انت الاول، سير ماشي تخليه يجي عندك، سير انت جارك حن فيه عنده شي حاجه تساعدوا فيها، ما خصو شي حاجه اعطيها له. العائله كذلك، المقربين، الناس اللي ما عندهمش حن فيهم، تصدق، تزور الناس اللي مراد، تحيي معهم الرحيم، تحير مع العائله. الا كنت يمشي واحد دابز معاه تسامح معاه، هذا هو الهدف من هذا الشيء كله، هذا هو الشهر، هذا هو الهدف من هذا الشيء. الحمد لله هذا الشيء اللي تعلمنا من والدينا والدين ديالنا. باقي عقل بكريبي اللي كان عبد الحق باقي كيلعب في الصخر ديال اليوخ ديال اياكس اللي كيوصل رمضان، كيفاش كان كيحيي هذاك الشهر في الميدان ديال الكره؟ يعني من الحق عليه الصيام كان كيصوم الصراحه. الله كان كيصوم يعني، ويعني بحال دابا شي خطرات كيكون مثلا عنده الماتش كيجي في ذاك الوقت ديال يعني في النهار كيكون صائم، ولكن الحمد لله كيصوم عادي وكيفرق الصيام ديالو سبحان الله. يعني الا كان مثلا الاكثريه بالتمار ولا بالماء ولا شي حاجه خفيفه، انما التمر كيعطيك في ظرف 10 دقائق كيوصل لك ديريكت الانرجي ديالو، كتوصل لك. احسن حاجه هو التمر والماء، اول حاجه الانسان يكون صايم ياكلها التمر والماء، احسن حاجه. ولات عند اللعابه المسلمين ولات ما بقاتش حاجه غريبه باش تصوم في الكوره، ولات زعما عادي مؤخرا كل شيء تبارك الله. يعني كتشوف الناس كيصوموا، وماشي دابا بزاف ديال الناس واخا ماشي مسلمين كيبغيو يصوموا، يعني لقاو فيه منفعه، يعني كيحسوا بالراحه ديالهم والذات، يعني الدم كيتصفى، يعني الذات ديالك كلها راه كتعرف اش كيوقع فيها، بحال اللي كتنقي الذات. كتنقي الذات ديالك من السموم وكل شيء. شنو هي الحاجه اللي كتقوي عندك الايمان؟ وامتى الايمان كيكون عندك قوي؟ وكيتقوى بداك الشيء اللي كتقراه ولا اللي كتفهمه، خصك تطبقه في الحياه ديالك. سبحان الله. تعامل مع الناس مزيان، حنف الناس، ما تدابش مع الناس. كل ما كدير داك الشيء الايمان ديالك كيزيد يتقوى بربي سبحانه، وكتزيد ربي ينزل عليك السكينه، وكتزيد تجتهد في كل شيء. انما الدين ديالنا ماشي هو غير نقراو القران ولا نمشيو ندخلوا للجامع ونخرجوا، نطبقوه. هذاك هو الهدف من هذا الشيء كله، مع الناس، مع الحياه، في الحياه ديالنا. ولكن كانوا شي لحظات خاصه عندك انت اللي كتحس الايمان عندك يقوي؟ بحال طبيعه الحال ملي كتكون مثلا كتصلي كتخشع يعني في الصلاه ديالك، طبيعة الحال الايمان ديالك كتحس براسك قوي، يعني كتكون يعني مخشع مزيان في الصلاه ديالك، ولا كتكون كتقرا القران،
شي خطرات ما كتحس يعني باش تعرفها تعرف غير الا كنتي كتقرا القران شي خطرات يبقاو الدماء يهبطوا بلا ما تشعر يعني تما كتعرف بان راك راسك راك راه الايمان ديال قوي سبحان الله ملي دخلتي في الخشوع والحمد لله هذا الشيء اللي كاين يعني بحال في وسط العام من الدنيا كديك سبحان الله كيكون يعني عندي انا الايمان كيهبط شويه سبحان الله الانسان احسن حاجه مثلا كتكون وخارج غادي في الشارع كتمشى ولا جالس ولا كتخدم ذكر الله ديما ذكر الله الا بذكر الله لا تطمئن القلوب يعني الانسان كيبقى يذكر الله كتطمئن القلب ديالك كتنزل عليك السكينه وكترتاح نفسيا كتقول غير هذه الكلمه الحمد لله كترتاح دابا حنا شوف شنو وقع لنا مع عبد الحق يعني واحد الابتلاء صعيب يعني كنحسوا براسي ولكن ملي كنقولوا الحمد لله كنرتاحوا ولا ضقت بك الدنيا بزاف كتمشي كتقرا القران ولا كتصلي جوج ركعات توضى وتصلي وطلب الله يخفف عليك وهذا الحمد لله كترتاح الساعه كتحس بالسكينه كتنزل عليك السكينه هذاك الشيء ما نهضروش عليها كلام الله يعني هو دواء جميع النفوس يعني احسن ما كاين هو كلام الله عندك شي صوره ولا شي ايات اللي عزاز عليك ملي كتوصل ليهم كتحس بشي حاجه واش نقول لك كلام الله ما تفضل حتى شي حاجه كل 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 قران يعني كتتمتع فيه وكتخشع فيه صراحه يعني كلام الله كله عظيم عند ربي سبحانه ما الا ما عندكش شي صوره اللي كتاثر فيك اكثر يعني بشي خطرات ملي كتكون كيكونوا شي ايات مثلا يعني يعني كيوصفوا شي حاجه على العقاب ولا على الاخره العذاب ديال جهنم داك الشيء الانسان كيتفكر شنو اي شيء حتى شي واحد ما معصوم انا من الاخطاء اي واحد الاخطاء كتشوف راسك درتي شي حاجه ولا مع ربي ولا كتحاول تطلب الله يعني كيجيك واحد الخوف واحد الرعب يعني انا فهاد شهر رمضان هاد شهر عائلي ديني ضروري غتفكر عاوتاني في داكشي اللي طرى لعبد الحق الحمد لله يعني شنو نقول لك بطبيعه الحال يعني كنا كنقضيو يعني معاه دائما واحد الوقت يعني صراحه تمتعنا فيه معاه مسكين ولكن الحمد لله وسبحان الله يعني غير والبارح شفت واحد كان مع شي اصدقاء عندنا واحد خروب تشات يعني مجموعين وواحد فيهم جاب واحد الفيديو ديال واحد المباراه كانت في المغرب لعبوا في بن سليمان وواحد الولد هو مسكين طاح ومات ألمني الله اكبر ملي شفت داك الفيلم يعني شنو نقول لك تفكرت عبد الحق صراحه يا واليوم كلمت با مسكين عزيتو فيه اما الله يصبرهم الله يعاونهم طرات لي نفس القضيه اللي طرات لعبد الحق الله اعلم بالضبط يعني شفت بعصب الفيلم شفتو مسكين طاح في الارض يعني جاو باش وصلوه لومبينونس مات مسكين في الطريق شفت داك المنظر صعيب يعني صراحه والله علمني الله يرحمه مسكين الحديث اللي طرا دابا مع عبد الحق دابا شحال دابا عامين ونص ولا شحال دابا ودابا راه قريب 4 سنين سبحان يعني الله قريب 4 سنين يا قريب 4 سنين ولكن كيبان لي انا المحبه ديال الناس لعبد الحق سبحان الله بحال هي الله طرات البارح سبحان الله ما قلات ما بقات هي سبحان الله يعني كي كتقول نيشان يعني يوميا والله العظيم ربي شاهد يا تقريبا يوميا الناس كيسولوا عليه وصيفتوا الدعاء من الفجر للفجر يعني كاين شي ناس اللي كنعرفهم ماشي دابا ماشي حتى مغاربه دول اخرين من قطر من يوميا كيصيفطوا الدعاء في الفجر على عبد الحق والله العظيم سبحان الله ويسولوا عليه يعني دول مختلفه كل واحد وفين فيهم مغاربه فيهم اما المغرب خلاص من كل مدينه كل مدينه كيسولوا مساكن ما نساوش والله العظيم كل مدينه سبحان الله ومن الدار البيضاء بزاف سبحان الله من مدينه قديمه زعما صراحه ناس طيبين مغاربه كلهم ولكن داك الناس ديال المدينه القديمه شنو نقول لك انا تربيت بحالهم سبحان الله انا كبرت في فاس مدينه قديمه ونفس التقاليد ديالنا وديالهم بحال كيترباو مع بعضياتهم سبحان الله متحنين واحد سبحان الله كيفاش وصلت ليهم هذيك القصه ديال عبد الحق وصلت ليهم حتى المغرب هو ما كانش اصلا ما لعبش في المغرب هو كان يلعب معاه واحد من توام الدار البيضاء سميتو ادم ادريسي الاب ديالو صديق ديالي ادم ادريسي كان يا سبحان الله بسببه باش بقينا تعرفت على بعض الاصدقاء تما وكنعرف بزاف ديال الناس هنا في هولندا بلاد مدينه قديمه اصدقاء وبقات هكاك يعني تبارك الله يعني يوميا كيسولوا عليه ويدعيوا معاه مساكن الله يجعلهم داك الشيء في ميزان حسناتهم
سبحان الله كنت انا في كنت في في مكه وكنت لقى مع تلاقيت مع واحد السيد سميته مصطفى من دناخ وانا كنصور هو كنا في في عرفه في ميناء سبحان الله وانا كنصوره كنسولو كيفاش الاحوال هنا في في ميناء في, في عرفه يوم عرفه شبل عرفه حتى شي واحد مش بعبد الحق ماشي زعما كنعتو لعبد الحق ولا شي حاجه وانا كنصور فيه عندي صورناها عندي في الدوكومنتير الناس اللي الناس الشاهدين اللي شافوا هاد الدوكومنتير ديالي سميتها فما كان نهار مراكش وهو سبحان الله كنقول قلت لي زعما كيفاش دوزتي هاد النهار عرفه وكي جاك الجو هو قال لي بغيت ندير نوخ عين دعاء فور عبد الحق سبحان الله ما كيعرفك انت ما كيعرفك عمر ما تلاقى مع عبد الحق وسبحان الله بدا يدعي مع عبد الحق في يوم عرفه قدامي وانا شاه كنشوف فيه انا فون هير سي هيك او سنت في فريند تو مانس ديك الشفاء الدعاء فور هن خدان هيك بنهم خد خلاص شفنا عشان انت في ميت نوري هابيك اخت سبيسيال فون هم دعاء خدان اختك ماين تاوت ماين هارت اي شافي الله تعالى هذا الشيء اللي كنطلبوا الله يجعلها في ميزان حسناته وان شاء الله ربي يتقبل الدعاء ديالو اما الشيء كي حنا ملي كنحسوها ملي كنسمعوا بحال هادشي كنفرحوا كنقولوا الحمد لله بعد النصر كيفكروا وكيدعوا معاه كيفرح هادشي مرارا كنسمع بحال هادشي الناس كيعيطوا لي كيقولوا لي راني درت على ولدك العمره كاين اللي حج عليه حج عليه كاين سبحان الله يعني غريب وماشي اي ماشي غير احنا زعما المسلمين ناس من ديانات اخرين السيخ الايرانيين الهنود والله الهند كيقول لك حنا كندعيو مع ولدك بطريقه ديالهم سبحان الله ربي ملي كيحب شي واحد كيحبب فيه الاول جبرائيل وكيحبب عاود جبرائيل كيامر الملائكه باش يحبوا داك الانسان والملائكه كيهبطوا الارض يحبوا خلق الله في داك الانسان وهذا الشيء اللي كيصرى كتشوفوا هذا الشيء باين يعني هو الابتلاء هو خير من عند ربي سبحانه لو كان نعرفوا الحقيقه ما وراء الابتلاء غنفرحوا ولكن ربي خلاه باش كنجتهدوا كنجتهد في العباده في الدعاء في الصدقه انما الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول داووا مرضاكم بالصدقه كديما كتفكر تصدق عليه ديما مناسبات كدير شي حاجه مستوره يعني انت وربي ما كيعرفك حتى شي واحد شنو كدير قليل ولا كثير يعني على حسب الاستطاعه ديالك وربي كيقبل داك الشيء والحمد لله ايوا بحال هاد مؤخرا جاو عند سيبورترز ديال اجاكس جاو السيمانه اللي فاتت جاو داروا واحد فرحوا به وزعما شنقول لك يعني فرحنا بزاف معاهم وزعما شنقول لك يعني اخت ريسبكت لذاك الناس يعني شوف ما شحال من عام وما نساوش جا واحتفلوا بالطريقه ديالهم كيبغاو هما ما نقدرش نقول لهم انا لا كيبغاو هما الطبيعه ديالهم هما وكيكملوا نضفوا الدنيا كامله جمعوا داك الشيء اللي كان طاح تما داك الوسخ نقيو الارض يعني سبحان الله يعني اخت ريسبكت وكيبقات الام من جهه ولده والحمد لله هي مأطره شويه مسكينه بزاف يعني صراحه ايوا الحمد لله حتى الكبده ديال الام راه صعيبه والام دائما دائما كتكون يعني الحمد لله الحمد لله مع الابن كتعرف مع الابناء ديالها لا الام لا الاب لا الاخوت ولا كلهم كلهم مأطرين ولكن هي اكثر هي اكثر بحال هذا الجو ديال رمضان كتجلسوا حدا عبد الحق تهضروا معاه بحال اليوم يعني دائما كنديروا داك الشيء كنحاولوا كنفطروا معاه كيجي يجي حدانا حتى هو كنعطيو له الماكله ديالو في الوقت اللي كنكونوا حتى حنا فيه غادي نفطروا وملي كيكملوا كنجلسوا عاود شويه كنصليو جماعه كيصلي معنا يعني كنقولوا له بالضبط شنو غادي نديروا دابا الحمد لله يعني كيحس بينا والحمد لله هذا الابتلاء هذا قدر يكون فيه خير احنا ما نعرفوش الخير ديالو انما ربي سبحانه كيبتلي العباد ديالو باش كيشوف مدى الصبر ديالهم يعني الصبر ديالك فين غيوصل شمن درجه كيقدر يقدر مثلا يزيد اكثر عليك في الابتلاء مثلا عطيك واحد شويه انت مثلا قنطتي كيزيدك كيبغي يجربك يشوف فين توصل الحد ديالك انا هو ربي سبحانه هو عالي وعالم بعباده ولكن الا عرفنا الحقيقه وراء هذا الابتلاء غادي نفرحوا لان ما الخير وراء هذا الشيء مع غامض داك الشيء كيبقى الشهاد ديالك والخير ديال هذا الشيء وهذا الشيء هذا هو الاخره داك يعني شنو غادي المقابل ديالك من هذا الشيء اللي ابتلاك فيه ربي غيعوض لك بحاجه احسن وحنا كنديروا المجهود ديالنا في هذه الحياه كلها الحياه كلها ابتلاء ما فيهاش الراحه باش نوصلوا للهدف ديالنا اللي هو الاخره والاخره ان شاء الله هذيك هي الحياه الدائمه ديالنا ان شاء الله
كل واحد فينا كيجتهد باش يوصل لها ان شاء الله كاين اللي مثلا بالدين ديالو بالصلاه ديالو بالصيام ديالو ما يقدرش يوصل داك داك الهدف yeah. ربي كيبتليه باش يجمع النقاط باش توصل لذاك النيفو هذا هو كيزيدوا في الابتلاء yeah. yeah. باش يسهل عليه في الاخره yeah. يمكن يصعب عليه شويه في الدنيا ولكن الاخره تسهل خير, خير البشر هما الانبياء والرسل ربي ابتلاهم yeah. علاش ابتلاهم يعني عبره لينا حنا باش نعرفوا يعني اخير البشر سبحان الله اللي ربي يرسلهم البشريه جمعاء وابتلاهم ربي وتعذبوا ومرضوا آه سيدنا ايوب راك شي شحال من عام هو هذاك مثل الجميع أيوب. يعني صبر شي شحال تقريبا اكثر من 18 عام هو ونعس على ظهره خماج كاع يعني مسكين تاع توعشتي رمضان في 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 المسجد ايوا شنو نقول لك يعني هو هو يعني صلاة الفرض ديالنا يعني yeah. يعني إلى صليتها في المسجد يعني مهمة yeah. ولكن بحال التراويح يعني هي سنة وخا تصليها في الدار جائز yeah. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلوها كلهم في الدار شكون اللي رجع باش كيصليوها هو عمر بن الخطاب هو اللي كان أمر باش يصليوها جماعة في المسجد yeah. وصلى ما هي سنة كتصلى في المنزل يعني التراويح ولكن يعني مع دابا حنا كنعيشوا هذا الوباء من الاحسن الواحد يصلي في الدار ديالو مع العائله ديالو محمد باش ما نعطلوش عليك باش نخليوك تسحر وتخليك ترتاح شويه مرحبا بك نطلبوا من المتفرجين نطلبوا منهم باش يدعوا مع عبد الحق ربي يستجب الدعاء ديالهم ويجعلوا في ميزان حسناتهم جميع امين ديز هايله خمانت ديز براخت خمانت فراحك الله كايكش فراحك الله كايكش دعاء تدوم في عبد الحق روف مر اين دعاء خالصة أتوسط تزيت أن زايف إما بنت خوي زايفر إنتنسي بظرف أن الله هتأكسبتيرت أن كان الله إن أين كلاب إن أين كلاب عبد الحق غير gezonder maken dan dat hij ooit was dus laten we met z'n allen deze maand deze prachtige dag عبد الحق niet vergeten محمد بارك الله فيك اسمح لينا اللي جينا عندك بصناك في هذا السحور مرحبا بك سي صالح جينا عندك بالليل مرحبا بك الله بكل فرح احنا الله يحفظك احنا ديما كان انا ديما كنبقى مع عبد الحق الليل كامل يعني كنبقى مع فايق حتى كينعس مسكين شي خطره حتى الصباح ولا عاد تقريبا كنعس حتى مول الفجر سبحان الله ساكن اكثريه كنعس غير شويه في الصباح هكا ما الأكثرية الليل كامل كنبقى فايق والحمد لله يوميا العائلة كتكون معاه شي ساعة كيكون واحد معاه ولكن جوج بينا دائما حنا جوج بينا يعني دائما كنذكرك بالخير يعني دائما كتفكر عبد الحق وكتعيط لي كتسولني عليه لا أنت ولا الأخ ديالك مصطفى الله يجعلها في ميزان حسناتكم وهذيك إنسان الواحد الإنسان مريض تسول عليه راه عند ربي سبحانه يعني فيها أجر كبير عند ربي سبحانه وربي غيجازيكم على ذاك الشيء هذا ما كان شكرا على هذه الجلسة وان شاء الله في اقرب وقت نتلاقاو عاوتاني مرحبا بك ويكون معنا عبد الحق ونضحكوا معاه ان شاء الله باذن الله ويجلس معنا ويتسحر معنا ويضحك معنا ويصلي معنا ويجلس معنا في هذا الشهر المبارك يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله تبارك الله عليك